السلام عليكم. طائرات مدنية وعسكرية تسقط وتتحطم أو تهبط اضطراريا بسبب ما يصفه بعض الخبراء بأنه قصف من الطيور المحلقة بالجو. هذه العبارة بمعلومات تفسرها سأتي بها، سأتخذها مدخلا أنتقل بعده إلى عالم غاية في الجمال بحقائقه المدهشة التي تدعو إلى التأمل في عظمة خلق الطيور بما وهبها الله من مهارات وقدرات تفوق طاقات ومهارات البشر، مع خاتمة بأهم الفوائد التي تحققها الطيور لخدمة الإنسان وسلامة طبيعته. تعترض أحيانا أسراب من الطيور المحلقة وتصيب الطائرات المدنية والعسكرية المقاتلة، مثلما سترى إصابات خطيرة، وبخاصة إذا دخلت إلى محركاتها وهي في الجو، وتؤدي في النهاية إما إلى سقوط الطائرة وتحطمها أو هبوطها الاضطراري بخسائر أقل. سأستشهد ببعض حوادث الطيران بتواريخها ومصادرها ونتائجها، مع استعراض مشاهد مختارة لأنواع من الطيور خلال التحليق، ثم سأختم بالأجمل المحفز إلى التدبر في بديع خلقها. واحدة من أشهر حوادث الطيران التي نتجت عن اصطدام الطائرات بسرب طيور حدثت عام 2009 لطائرة مدنية من نوع إيرباص A320 تقل 155 راكبا مع الطاقم. بعد إقلاع الطائرة من نيويورك، أبلغ قائدها المطار بأن جميع محركات الدفع تعطلت عقب اصطدامها بسرب طيور من الإوز، وهذا جزء من محادثة بين برج المراقبة وبين الكابتن أو قائد تلك الطائرة، مع مشاهد تجسد الواقع. Cactus 15.9, turn left lane 270. This is Cactus 1539. Hit birds, lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Cactus 1529, we can get it for you. Do you want to try to land 1013? 1013, well, we may end up in the Hudson. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. هبطت الطائرة اضطراريا على النهر، ونجا جميع الركاب وطاقم الطائرة. وفي لقاءات مع الركاب بعد إجلائهم، قالوا أنهم سمعوا صوت دوي قوي تبعه لهب وفقدان الكهرباء وضجيج بالمحركات، واشتموا رائحة الوقود. وفي حادثة وقعت عام 2015 نتجت عن ما وصف حينها بأنه قصف من الطيور، نجا قائد طائرة ميراج عسكرية مغربية اصطدمت بسرب طيور، أدى إلى توقف محركها، فاضطر الطيار إلى القفز المظلي قبل سقوط الطائرة وتحطمها. أن طائرة من نوع ميراج F1 ذات محرك واحد تابعة للقوات الجوية الملكية تحطمت اليوم على بعد 6 كيلومترات جنوب القاعدة الجوية لسيدي سليمان. وأوضح البلاغ أن الطائرة التي كانت تستعد للهبوط لدى عودتها من مهمة تدريب اصطدمت بسرب طيور من الحجم الكبير أدى إلى توقف محركها، مشيرا إلى أن الربان الذي تمكن من القفز لم يصب بأي أداء. وأضاف المصدر ذاته أن الحادثة وقع بمنطقة غير مأهولة ولا يوجد بها تجمع سكني. وفي العام الماضي 2022 تسببت طيور بإحداث شرارة في محرك طائرة أمريكية بعد اصطدامها بمجموعة طيور محلقة، حتى اضطر قائدها إلى العودة والهبوط الاضطراري في المطار الذي أقلعت منه دون أن يصاب أحد بأذى. لكن لم تكن هذه الحالة مماثلة لما حدث عام 2019 لطائرة ركاب روسية. إذن هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية قرب موسكو العاصمة. الطائرة هي من طراز إيرباص
321 تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية. كان على متنها 233 مسافرا وكانت متجهة إلى سيمفيروبول في القرم. وبعد الإقلاع بقليل وعلى بعد أكثر من كيلومتر واحد من مطار زوغوفسكي الدولي، بدأت الطائرة بالاهتزاز بعنف، وانطفأت الأنوار، أنوار الجانب الأيمن من الطائرة، وبدأت رائحة احتراق تظهر. والسبب اصطدام الطائرة بسرب من طيور النورس أدى لتعطل محركيها. مناورة هبوط صعبة قام بها قائد الطائرة بعد توقف محركيها وفشل إنزال الإطارات ليسارع بالهبوط الاضطراري في حقل للذرة جنوب شرق موسكو. 23 شخصا أصيبوا بجروح. هذه الواقعة أعادت طبعا ذكرى هبوط رحلة الخطوط الجوية الأمريكية 1549 عام 2009، والتي كان على متنها 155 راكبا بعدما اضطرت للهبوط اضطراريا في أو فوق نهر هاتسون جراء اصطدامها بسرب من طيور الأوز بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار لاغوارديا. فيما يتعلق بالمملكة، أحتفظ بأرشيفي بأخبار وبيانات وصور عن حالات طائرات هبطت اضطراريا في مطارات الرياض والباحة والدمام بسبب تعرضها للطيور خلال التحليق، ولم يصب أحد بأذى ولله الحمد. قد تتسبب الطيور كبيرة الحجم خلال اصطدام الطائرات بها إلى تحطم زجاج كابينة القيادة، لكن الأسوأ والأخطر حينما تشفطها محركات الطائرة وتتعطل وهي بين السماء والأرض. وتبقى حوادث الطيران بسبب الطيور قليلة، إنما قد يثير الفضول كيف أن الطيور تحلق عاليا في مستوى الطائرات ولا تميتها برودة الطبقات العليا حتى درجات التجمد، ولا قلة الأكسجين ولا نقص الغذاء، إذا علمت أن بعض أنواع الطيور المهاجرة تقطع مسافات هجراتها عابرة القارات والمحيطات في طيران متواصل عند بعض أنواعها يستمر عدة أيام بدون توقف. تصور، من الخطأ أن يحصر البعض الطيور وبخاصة المهاجرة ويراها بمعايير وقدرات مخلوقات أخرى بما في ذلك قدرات البشر، لأن الخالق عز وجل وهب الطيور جهاز تنفس بقدرة عالية على استخلاص الأكسجين مهما قلت نسبته، وهيكلا عظميا خفيفا وصلبا في آن واحد، مما يساعدها على الخفة والاستمرار في الطيران، ومنحها قوة إبصار مع كفاءة في الملاحة بحيث تستدل على مسارات هجراتها والانتقال بين القارات حين تطير آلاف الكيلومترات ثم تعود إلى أماكن استيطانها دون أن تخطي مساراتها. ووهابها الله ثبات درجة حرارة الجسم عند حدود مرتفعة تصل إلى 42 درجة فتتحمل البرودة مهما اشتدت، وأيضا القدرة على الاستفادة من مخزون وطبقات الدهون التي تكسو أجسامها. فطبقات الدهون تلك هي بمثابة الوقود الذي تستفيد منه وتحرقه خلال الطيران لمسافات طويلة تستغرق أحيانا أياما متصلة بلا توقف. ولهذا ينبغي أن لا نتعجب أن نظام التغذية عند الطيور غير متطابق مع المخلوقات الأخرى، فإذا شاهدنا الطيور خاصة الأنواع المهاجرة تنزل إلى بيئاتنا وتبقى نهمة في سلوكها الغذائي ولا تتوقف على الأكل، فهذا لأن الله وهبها أيضا مقدرة على سرعة الهضم والاستفادة مما تأكل سريعا في تكوين طبقات من الدهون أو الشحوم أو لنقل الوقود الذاتي. ولهذا أدرك المتخصصون والمهتمون أن الطيور خاصة أنواع مهاجرة إذا حلت في أي مكان فإنها حينما تتغذى على الحشرات والقوارض والجيف أكرمك الله فهي تقدم خدمات لا تقدر بمال، كونها تعبر وتتغذى سريعا فتكافح أنواعا من المخلوقات أو تكنس بعض الفضلات وتساعد في الحد من تزايدها فوق المعدلات أو النسب المتوازنة دون أن يطغى نوعا بكثرته غير الطبيعية. فسبحان الخالق عز وجل الذي قال في كتابه الكريم أعطى كل شيء خلقه ثم هدأ.